عندنا في بلدنا رموز الحقيقة في مجال السينما والتلفزيون، رموز حقيقيين، يعني مجموعة من الفنانين اللي شكلوا الحقيقة بأدوارهم، شكلوا شكل الشخصية المصرية. يعني كنت تشوف مثلا دور فتحس إنه في الدور ده مثلا شخصية دي بتقدم شخصية من المجتمع حقيقية، أو بتنور على شخصيات حقيقية. بتكلم عن الراحلة اللي رحلت يعني عن دنيانا منذ أيام، الفنانة القديرة رجاء حسين. رجاء حسين من الفنانات الحقيقة اللي ليها بصمة على الشاشة، يعني انت لازم تحبها وتتأثر بيها وتحس ان هي اختك، خالتك، عمتك، واحدة من المجتمع، بتقدم الشخصية اللي بتقدمها من قلبها. تاريخ حافل قدمته الفنانة الرائعة وأعمال فنية كتير على مدار مشوارها الفني اللي تخطى 60 عام. والحقيقة يعني فنانة رجاء حسين شاركت في أعمال فنية بارزة، والبداية كانت عندها الحقيقة لما بدأت سنة أعتقد 54 أو 57، وبعدين بدأت تشتغل مع المخرج الكبير يوسف شاهين اللي اختارها في عدد من الأفلام. شاركت في أكتر من 5 أفلام تقريبا مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وكانت دايما بتنظر بأن هي بتكتفي بهذا العدد لأن هي عايزة يبقى عندها تنوع وأنها تعمل حاجات مختلفة. كنا بنشوف يعني منذ قليل مشهد ليها من فيلم من الأفلام المهمة جدا اللي عملتها أفواه وأرانب، والفيلم ده الحقيقة كان بيتكلم عن القضية السكانية، وكان فيلم مهم قوي. وطبعا كانت البطولة كمان موجودة فيها، بتشارك البطولة فيها الفنانة القديرة فاتر حمامة والفنان الكبير فريد شوقي، وطبعا دور رجاء حسين كانت أخت فاتر حمامة، وكان في منافسة جميلة وشديدة داخل هذا الفيلم. يعني ما ينفعش أبدا الفيلم يقوم غير من خلال هذه الشخصيات، فتحس فعلا إن هي المرأة اللي بتنجب كل الأطفال دول، واللي عندها مشاكل، واللي طبعا مش عارفة تكفي العيشة والحياة. فيلم أفواه وأرانب من الأفلام المهمة. لكن كمان رجاء حسين لم تتوقف عن السينما بس، يعني كان ليها محطات كتيرة كمان في التلفزيون. مش هنسى مثلا دورها مع الزعيم عادل إمام في أفلام يعني أحلام الفتى الطائر، ولا دورها في أبو العلا البشري أو المال والبنون، شهد والدموع. يعني ليها أدوار الحقيقة مهمة جدا في الدراما التلفزيونية، وهي كانت دايما حريصة على دورها، دايما جميلة لطيفة، حتى في آخر لقاءاتها التلفزيونية متسامحة ومحبة وطاقة إيجابية عالية جدا. يعني خليني الأول أرحب ب يعني زوجها ورفيق مشوار الحقيقة، وعائلة جميلة محترمة، الفنان والأستاذ سيف عبد الرحمن. مساء الخير يا فندم، والبقاء لله. حياتك البقية، أشكرك جدا على المقدمة الجميلة دي. فعلا رجاء يعني فعلا بحب كل الشعب المصري، الشعب المصري كان بيحس انها واحده من العيله، يا حقيقي. عمتي يا خالتي، وحضرتك تعرفيها كويس طبعا. طبعا حبيبتي اصلا. يعني خليني اقول للناس كمان ان هي كانت رياضيه، كانت بتلعب لعبه الكروكيه اللي هي لعبه يعني كانت ست جميله في كل حالاتها، جميله يعني. كلمني عن، يعني انا كمان كنت سعيده مش بس من ان انتوا فنانين وقدمتوا اعمال، لكن حقيقه العلاقه كمان الزوجيه والفنيه حتى وان انتهت في مرحله، ولكن كان في حب وتسامح ورقي شديد بينكم. اشكرك اشكرك اشكرك. هي استاذه عظيمه وبني ادمه كدعه وبنت بلد الحقيقي، ومحبه وكريمه وخيره. يعني ما كانش ممكن العلاقه بعد، هي ام ولادي يعني. انا عارفه طبعا طبعا. كانت ست عظيمه، والف رحمه الله عليها، وبرجو من جوا العريض الكبير يدعي لها بالرحمه والخير. اكيد. ايه اكتر الاعمال اللي هي كانت بتبقى يعني فخوره بيها؟ هي عملت حاجات كتير قوي، بس ايه اكتر الحاجات القريبه ليها؟ لقلبها يعني، الحمد لله كل اعمالها كانت ناجحه نجاح جماهيري رائع. طبعا ما حدش يقدر ينساها فهو ارانب، ما حدش يقدر ينساها اريد حلا، وكل افلام طبعا اريد حلا طبعا. والعصفور وعز النزار وحديثه مصريه واسكندريه كمان، وكان يعني كل فعلا اكثر ممثله اشتغلت مع يوسف شاهين في الافلام والتلفزيون. هذا الصائر مع عادل امام ومزعيم فتن حمامه، عملت معاها فيلمين مهمين جدا، افواه وارانب واريد حلا، الاثنين مهمين يعني، والاثنين بيهتموا بقضايا حقيقيه.
قوانين المجتمع المصري كمان يعني ناقشوا قضيه صحيح مهمة جدا. هي كانت يعني بتحب في انها تسيب شغلها وبتدي موازه اللي عايز يتعلم، يعني الف رحمه نور عليها اكيد يعني علمتنا حاجات كثيره قوي. اكيد يعني فنان سيف عبد الرحمن، يعني وجودكم كمان انتم الاثنين بالقرب من يوسف شاهين لوقت طويل وعدد من الاعمال الفنيه، فنانه رجاء حسين قدمت 5 اعمال للفنان او المخرج الكبير يوسف شاهين، ايه اللي كان بيشوفه بيميزه يخليه متمسك بيها طول الوقت رغم ان يعني يوسف شاهين يحب يغير يعني ناس كتير بس واضح ان كان في تمسك؟ طبعا هو مقتنع بموهبتها وبعظمتها وهي بتديله اللي هو عايزه، وكل الممثلين مصر مع شاهين بيطلعوا احسن معلومه لان هو بيحب الممثل بتاعه. طبعا شاهين كان بيحبها جدا وهي كانت بتدي له كل اللي هو عايزه، فالعلاقه كانت كويسه واحنا كنا عيله، شاهين بالنسبه لي كان اخويا وهي مراتي، فطبعا يعني كان ليه تاثير ان احنا عملنا حاجات حلوه الحمد لله يعني اكيد. واكثر المسلسلات اللي كانت قريبه منها اللي كانت بتتبسط لما تتذاع تاني وتتفرج عليها وتبقى شهد والدموع. طبعا ست احسان طبعاً. تحس ان ست احسان دي يعني حد من عيلتك. بالظبط طبعا الحقيقه يعني هي فنانه قديره زي ما قدمت اعمال كتير هتبقى بالقيمه بتاعتها طول الوقت على الشاشه لانه دايما الفنان لا يرحل هو موجود طول الوقت بما قدم موجود معانا وعملها موجوده وذكرها موجوده ألف رحمة ونور عليها. ألف رحمة ونور عليها، تعازينا القلبية لك وللأسرة بأكملها. بشكرك جدا الفنان زوج الراحلة الفنانة رجاء حسين الفنان سيف عبد الرحمن، نشكرك شكرا جزيلا.